هذا وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات العراقية فيولا فون كرامون أن تفويض البعثة في العراق لا يتضمن مواجهة تدخل بلدان الجوار في العراق أو أي تهديد أمني، مشيرة إلى أن الأمن ما زال قضية ساخنة ومهمة وستغطيها البعثة في تقريرها عن الانتخابات. بالتأكيد في تقريرنا كل شيء سيتضمن يكون موجود في تقريرنا، وبالتأكيد الكثير من الادعاءات التي تذكر مرارا عن طريق العديد من الجهات وخصوصا السياسيين بالتأكيد سنعكس كل هذه الأمور، ولكن تفويض أنا أذكركم أنه ليس تفويض جيوسياسي لمواجهة مثل هذا التدخل من أي بلد من بلدان الجوار، لذلك ذلك لن يكون ممكنا. الأمن بالتأكيد قضية ساخنة لا زال، وبالتأكيد مهم هو بالنسبة لنا أن نغطي هذه القضية في تقريرنا، ولكن ليس لدينا، لكن بالتأكيد ليس من واجب بعثتنا مواجهة مثل هذا التهديد الأمني.